المقاتلة الخفيفة الشرطة 159 هي مقاتلة ذات مقعد واحد ومحرك واحد عالية السرعة تطورتها جمهورية التشي. يمكن استخدامها كطائرة هجومية قوية بالقنابل، ويمكن أيضا استخدامها كمقاتلة بصواريخ جو، وهي مقاتلة متعددة الأغراض. في التسعينيات كانت معظم الطائرات المقاتلة التي جهزها القوات الجوية التشيكية من سلسلة ميك التي صنعها الاتحاد السوفيتي. نظرا لطول مدة الخدمة ونقص قطع الغيار، لم يكن بالإمكان استخدام سوى منها على مضض. واجهت مشكلة استبدال المقاتلين. اختارت معظم دول أوروبا الشرقية طائرة مقاتلة من طراز اف شرطة 16 أمريكية الصنع، بينما اقترحت جمهورية التشيك تطوير طائرة مقاتلة خفيفة متقدمة تعتمد على الطائرة المقاتلة الشرطة 39 الأصلية وطائرة التدريب الشرطة 59 والطائرة النموذجية الشرطة 139. أي المقاتلة الخفيفة فاصلة الشرطة 159، فإن التصميم العام للطائرة الشرطة 159 يشبه فاصلة الشرطة 59، ولكن فهو يدمج التقنيات المتقدمة من العديد من البلدان. تم استبدال الشرطة 159 بمحرك توربيني F124 شرطة بجي شرطة 100 ونظام تحكم رقمي في المحرك ونظام مقاوم لانفجار الوقود ونظام مضاد للرصاص في قمرة القيادة. رادار دوبتون الإيطالي متعدد الوظائف باستخدام نظام إلكترونيات الطيران التابع لشركة بوين في الولايات المتحدة، ومجهز بنظام الإنذار بالرادار TN200 التابع لشركة بالي سيستمز البريطانية، بالإضافة إلى شرائط إحباط وقطارات قذيفة التتبع. يقال أنه هجين متعدد الجنسية، ولد في عائلة ثرية وأدائه جيد نسبياً. المقاتلة الشرطة 159 تتبع الشرطة 39 البتروس وطائرة التدريب له شكل بسيط وتقليد تصميم صغير وخفيف. إن مظهرها وتصميمها التخطيط الهوائي مشابهان جداً للطائرة الشرطة 39 الشرطة 59 يبلغ طول الطائرة 12.73 متراً وارتفاعها 4.77 متراً وبطول جناحيها 9.54 متراً ووزنها فارغاً 4160 كيلو جراماً. ينقسم هيكل جسم الطائرة إلى قسمين أمامي وخلفي، ويتكون القسم الأمامي من ثلاثة أجزاء، وهي غطاء من الألياف الزجاجية الرقائقية وقمرة قيادة مضغوطة وخزان وقود وحجرة المحرك. والجناح عبارة عن جناح سفلي من نوع الذراع، وهناك أنابيب سرعة الهواء وأبراج الأسلحة تحت الأجنحة، والحافة الخلفية بين اللوحات ذات الشق المزدوج والجناحات لها هدية باستخدام ذيل مكتسح، والذيل المسطح هو نوع ناتئ. تعتمد الشرطة 159 تدابير حماية السلامة المزدوجة، وقذيفة قمرة القيادة مصنوعة من دروع مضادة للرصاص المركبة والسيراميك، وتم تجهيز المقصورة بنظام توليد الغاز المثير المحمول جواً، والذي يصب غاز المثير المولد في خزان الوقود لمنع النفط والغاز في الخزان من الانفجار بسبب إصابة الذخيرة. تتوافق معدات التخطيط الداخلي والتحكم في قمرة القيادة مع تصميم هيكل قمرة القيادة للطائرات المقاتلة الحديثة في الدول الأوروبية والأمريكية. تم اعتماد نظام إلكترونيات الطيران المتكامل لشركة بوين كامبني الأمريكية، بما في ذلك شاشة عرض أمامية مع قدرة شبكية واثنين شاشات متعددة الوظائف، بالإضافة إلى كمبيوتر المهمة ونظام الملاحة بالقصور الذاتي بالكمبيوتر وجهاز الإرسال والاستقبال اللاسلكي وإتشيف ونظام نقل البيانات ونظام تحديد الصديق أو العدو والمسرع وعصا التحكم ونظام التحكم اليدوي. شاشة العرض العلوية هي أداة الطيران الرئيسية ونظام توجيه السلاح للمقاتلة الشرطة 159، ويتم استخدام الشاشة متعددة الوظائف لعرض معلومات الطيران والملاحة وحالة نظام السلاح وما إلى ذلك. الأكثر تطوراً في المقاتلة الشرطة 159 في هذا النظام، يتم ترتيب أزرار التحكم للعديد من الوظائف المهمة على عصا الخانق في اليد اليسرى للطيار وعصا التحكم في اليد اليمنى. تعمل جميع الوظائف على تحسين سرعة رد فعل الطيار في الهواء بشكل كبير. تم تجهيز قمرة القيادة بمقعد طرد في الشرطة 2 ومجموعة من أنظمة الطرد، والتي يمكن أن تضمن أن الطيار آمن ضمن نطاق ارتفاع الطيران من سقف الطائرة في حالة الطوارئ. خارج الطائرة، المحرك عبارة عن محرك توربيني من الجيل الجديد F124 شرطة بجي شرطة 100 مقدم من شركة هونيويل في الولايات المتحدة بقوة دفع قصوى تبلغ 28 كيلو نيوتن، ومجهز بنظام تحكم رقمي كامل في المحرك بما في ذلك نظام مراقبة المحرك، والذي يمكن استخدامه في الطائرة. يتم تسجيل بيانات الأداء الميكانيكي أثناء الطيران، ويمكن تحليلها وفحصها أثناء وجودها على الأرض. مداخل هواء نصف دائرية تقع فوق الحواف الأمامية للأجنحة على جانبي جسم الطائرة لتجنب الرمل المرتفع بواسطة العجلات الأمامية، والأجسام الغريبة التي يتم لفها بواسطة هواء السحب يتم امتصاصها في المحرك.
إن معدات الهبوط هي نوع من ثلاث نقاط أمامية قابلة للسحب، والتي يمكن استخدامها في ظروف العمل القاسية. يمكن أن تقلع وتهبط بأمان على مدارج مشذبة قليلاً وحتى على العشب. مسافة الإقلاع للمقاتلة الشرطة 159 هي 440 متراً، وأقصى سرعة طيران 936 كيلومتراً في الساعة. يبلغ الحد الأقصى العملي 13.200 متراً، وسعة الوقود على متن المركبة 1.551 كيلوغراماً، وإجمالية سعة الوقود بما في ذلك 4 خزانات وقود إضافية خارجية يبلغ 2875 كيلوغراماً. ويبلغ النطاق عند استخدام الوقود الموجود على متن الطائرة فقط 1570 كيلومتراً. عند استخدام الزيت المحمول في الطائرة وخزانات الوقود الخارجية 4 وصل الحد الأقصى للمدى إلى 2530 كيلومتراً. معدات إلكترونية محمولة جوًا غربية بالكامل لتلبية متطلبات المهام المتعددة للمقاتلة الشرطة 159، ولتوفير قدرات قتالية مماثلة لمقاتلات الخطوط الأمامية المستخدمة حاليًا من قبل مختلف البلدان، وكذلك طائرات الهجوم الأرضي. في أنف المقاتلة ذات المقعد الواحد الشرطة 159A، تم تركيب رادار دوبلر نبضي إيطالي متعدد الوظائف على شكل حرف A، والذي يتمتع بقدرة على تتبع التضاريس، ويمكنه تتبع 8 أهداف في نفس الوقت، ولديه هجوم أرضي ممتاز. يوفر UK Bay Systems إن استرانيكوس برانش للطائرة المقاتلة الشرطة 159 جهاز الطيار الآلي ومصحح العنوان، ومع وضع نظام مضاد للمماطلة وتثبيت تلقائي للموقف يتيح نظام مراقبة الطائرات على متن الطائرة التحكم عن بعد جمع البيانات والتحكم في بيانات الوقود والتزود بالوقود أثناء الطيران وإدارة تسجيل الفيديو مع توفير استرجاع البيانات تلقائياً. يحتوي الشرطة 159 على إجمالي 7 نقاط المكون الإضافية، 3 تحت كل جناح و1 تحت البطن، ويمكنه حمل مجموعة من أسلحة الناتو القياسية بما في ذلك صاروخ أم شرطة 9 سيد ويندر الأمريكي قصير المدبو جو أي بجي أم شرطة 65 مفرك، تطلق صواريخ جو أرض خارج منطقة الدفاع، وكذلك صواريخ سيور في شرطة 7 وأسيويو شرطة 2.0 وقنابل عادية. وما إلى ذلك، وصل الحد الأقصى لوزن المكون الإضافي ل 2340 كيلوغراماً. يمكنها أيضاً تركيب قرون المدافع وقرون معدات التدابير المضادة الإلكترونية وخزانات الوقود المساعدة القابلة للإسقاط الجوي. تستخدم المقاتلة الشرطة 159 نظاماً قياسياً لإدارة الشحنات الخارجية لتلبية احتياجات إضافة أسلحة ومعدات جديدة في المستقبل مثل صواريخ جو متوسطة المدى، وبالإضافة إلي قرون متخصصة للإجراءات المضادة الإلكترونية والاستطلاع والملاحة الليلية وتوجيه الأسلحة. نفذت المقاتلة الخفيفة المتطورة التابعة للقوات الجوية التشيكية الشرطة 159 في يناير وسبتمبر وأكتوبر 2002 بنجاح 3 اختبارات إطلاق لصاروخ IBM شرطة 65 بي مافريك جو أرض الأمريكي الصنع، مما تساعد في تصدير الطائرات المقاتلة الشرطة 159 بعد زيادة القدرة على استخدام صاروخ مافريك. في عام 2002 أعلنت فيدوهور دي أيفيشن أنها أكملت بنجاح جميع اختبارات الأسلحة اللازمة للطائرة الشرطة 159 في ميدان اختبار لايكازو في فرنسا، ونظام الحرب الإلكترونية فاصلة الشرطة 159 بما في ذلك أيركود المقدم من باي سيستمز، شرطة مستقبل تحذير بالرادار من النوع فاصلة 2.0 وشرائط إحباط ونظام تسليم المقذوفات التتبعية وايكون 78 سيريز 455 تم تطويره بواسطة فاصلة وين أن الأداء جيد، ولكن من حيث المبيعات فإن المقاتلة الشرطة 159 الأولى ليست سلسة. أنتجت طائرة التدريب الشرطة 39 الباتروس التي انتجتها جمهورية التشيك وبيعت أكثر من 2350 طائرة وحققت نجاحاً كبيراً. تم تصميم الجيل الجديد من المقاتلات الخفيفة المتقدمة الشرطة 159 بشكل أساسي لتلبية احتياجات القوات الجوية التشيكية والقوات الجوية الوطنية الأخرى الصغيرة والمتوسطة الحجم. ومع ذلك واجهت أولاً شكوكاً داخل القوات الجوية التشيكية. في عام 2002 تلقت قاعدة القوات الجوية التشيكية نادر أسلافة 19 طائرة مقاتلة من طراز فاصلة الشرطة 159، ولكن لم يمض وقت طويل قبل أن تعلن وزارة الدفاع التشيكية عن نقل نصف طائرات الشرطة 159 الـ 72 التي طلبتها، وهو قرار اتخذ لأسباب اقتصادية وفنية على حد سواء. وفيما يتعلق بالعوامل الاقتصادية، وعلى الرغم من أن الحكومة التشيكية طلبت 72 مقاتلة من طراز الشرطة 159 في عام فاصلة 1998 فقد وقع العقد على أساس الدفع بدولارات الولايات المتحدة
مما زاد من تكاليف المشتريات بسبب انخفاض سعر صرف الكورونا التشيكية مقابل دولار الولايات المتحدة. 764.3 مليون دولار هي ما يقرب من نصف ميزانية الدفاع السنوية لجمهورية التشيك. لذلك تعتزم وزارة الدفاع بيع 36 طائرة مقاتلة الشرطة 159 مطلوبة. من حيث العوامل الفنية، كان لدى القوات الجوية التشيكية في البداية آمال كبيرة في الطائرة المقاتلة الشرطة 159، ولكن سرعان ما كان هناك تحول كبير في تقييم القوات الجوية التشيكية. في عام 2001 بعد أن تم اكتشاف أن كمبيوتر للتحكم في المحرك الرئيسي للطائرتين المقاتلتين الشرطة 159 كان له انقطاع في الإشارة بين معدات تشخيص الطائرة، ومن ثم واجهت طائرتان جديدتان نفس المشكلة. أوقفت جميع المقاتلات الـ24 التي تم استلامها وأجرت تفتيشاً شاملاً. علاوة على ذلك، خلال فترة التدريب كشفت الطائرة المقاتلة الشرطة 159 عن بعض العيوب الفنية. وفي عام 2003 أعلنت القوات الجوية التشيكية أن معدل صيانة الطائرة المقاتلة الشرطة 159 مرتفع للغاية، مما أثر بشكل خطير على معدل حضور الطائرة. في ذلك الوقت تلقت القوات الجوية التشيكية ما مجموعه 60 طائرة مقاتلة من طراز الشرطة 159، ولكن 17 فقط يمكنها أداء المهمة بشكل طبيعي. وتطلب القوات الجوية التشيكية ألا يكون عدد عمليات الإصلاح لكل 10 ساعات طيران أكبر من مرة، لكن المقاتلة الشرطة 159 وصلت إلى 3.68 مرة، لأن معدل الإصلاح للمقاتلة الشرطة 159 مرتفع جداً. كما تأثر تدريب طياري القوات الجوية التشيكية بشكل خطير. وفي نفس العام أعلنت وزارة الدفاع التشيكية أنها ستخفض عدد الطائرات المقاتلة الشرطة 159 مرة أخرى، أما باقي المقاتلات الشرطة 159 فستعمل على تقليصها مرة أخرى. وفي الفترة من مايو 2002 عندما تمت المطالبة أيضاً ب36 طائرة، إلى أغسطس 2003 تقرر الاحتفاظ ب18 إلى 24 طائرة فقط، وستباع المقاتلات المتبقية من طراز الشرطة 159 بالكامل. على الرغم من أن مقاتلة الشرطة 159 تم استجوابها داخل القوات الجوية التشيكية، إلا أنه لا يمكن إنكار أنها مقاتلة خفيفة جيدة نسبياً، أو أنها كانت مفضلة من قبل بعض القوات الجوية الوطنية. مصر هي أول عميل يأتي إلى الباب في يونيو 2004. بدأت الحكومة المصرية مفاوضات مع وزارة الدفاع التشيكية لشراء مقاتلة الشرطة 159 الفائضة من القوات الجوية التشيكية. مع وجود عميل، عرضت وزارة الدفاع التشيكية القيام بكل ما هو ممكن للحفاظ على مصر، وعرضت حالة لا تقاوم إعادة التدوير التقديري لطائرة التدريب الشرطة 159 التي اشترتها مصر في أوائل التسعينيات. وفي أعقاب القوات الجوية المصرية، اقترحت القوات الجوية البولندية أيضاً شراء 60 طائرة مقاتلة من طراز النقطة الشرطة 159. في ذلك الوقت كانت القوات الجوية البولندية تشتري 48 طائرة جديدة، طائرة من طراز F شرطة 16 بلوك 5052 من الولايات المتحدة، ويمكن استخدام الطائرات المقاتلة الشرطة 159 كطائرة تدريب. حتى الآن، على الرغم من أن المقاتلات الخفيفة ليست هي السائدة، إلا أن المقاتلة الخفيفة الشرطة 159 كانت مفضلة أيضاً من قبل العديد من الدول، مثل القوات الجوية الإسبانية والقوات الجوية العراقية. بالطبع، إدخال المقاتلة الخفيفة الشرطة 159 بالإضافة لأدائها الممتاز، وتمشياً مع تمركز القوات الجوية الوطنية الخاصة بها. هناك نقطة أخرى هي أن المقاتلة الخفيفة الشرطة 159 هي أيضاً رخيصة جداً، وبتكلفة أدائها وأدائها الممتاز في الهجوم الأرضي، فإنها أيضاً تحظى بمكانة في المقاتلة. ما رأيكم يا أصدقائي؟ يرجى ترك تعليق أسفل الفيديو. أراك في المرة القادمة.